أدى اكتشاف منجم العين البيضاء لاستخراج المنغنيز بالجهة الشرقية من بلاد المغرب الأقصى إلى ظهور مدينة على مشارف الصحراء، قرية منجمية سرعان ما تحولت إلى مدينة تحتضن المصالح الإدارية لإقليم فيجيج المتاخم للحدود المغربية الجزائرية، مدينة بوعرفة. بوعرفة كمدينة حديثة أو من المدن المغربية الحديثة اللي ما كيتجاوزش العمر ديالها قرن وبضع عقود، بحيث يرجع المنشأ ديال المدينة كشبه واحة توجد على مفترق طرق القوافل التجارية آنذاك للقبائل الرحال اللي كتشهد المنطقة، واللي كانت كتنقل ما بين الواحات الموجودة والقريبة من هذه القبائل اللي هي واحد إيش وواحد فيجيك وأيضا واحد تافيلات، باعتبار هذه الواحات كانت تشكل سوق القبائل اللي كتعيش في المنطقة. تبعد بوعرفة بنحو 107 كيلومترات عن مدينة فيجيك وبحوالي 280 كيلومترا عن مدينة وجدة، تجمع أنشأته بداية القرن العشرين مديرية شركة مناجم بوعرفة على فج يخترق الشريط الجبلي البارز وسط الهضاب العليا الشاسعة بين جبل بوعرفة وجبل حزام الأحمر. من بعد كتشهد هذه المدينة واحد شبه طفرة أو شبه تحول نتيجة ديال اكتشاف معامل المنغنيز وظهور أول ساكنة مستقرة بالقرب من المدينة بمنطقة العين البيضاء آنذاك اللي كتسمى حاليا المنجم القديم بجماعة بنيقيل، واللي أصبح يشكل المركز التجاري والاقتصادي والاجتماعي للبضع ساكنة ديال مدينة بوعرفة. من بين هذه الساكنة منجميون سابقون ظلوا أوفياء للمنطقة فلبثوا مقيمين بها. محمد جديدة العامل المنجمي رقم 1642 والذي بلغ من العمر عتية لا يزال يتذكر شبابه الذي قضاه بين دهاليز المنجم، ولا تزال تسافر به الذكرى أحيانا عبر الزمان ليبقى شارد الذهن لساعات طوال. أنا دخلت المينا مولا 12 سنة، كان ندي شوية المعدن، كان كل غير فوق فاقوية تاع المعدن عاطيني المارطون، كان هرس كان شي معدن ماشي مليح نقلعه والحمري، وكنا ندير واحد المعدن نمر واحد ونداير بوحده يختم ينقوه يكون شيء صافي، ما فيه شيء الحمري، ما فيه شيء حجر اللي تكون حديد، كاين المعدن اللي حديد كاين. يعود اكتشاف منجم المنغنيز ببوعرفة إلى سنة 1912
بعد الحرب العالمية الأولى وحتى سنة 1922 أقيمت تنقيبات وأبحاث تقليدية حصلت على إثرها الشركة المجهولة لمناجم بوعرفة سامبا على ترخيص للاستغلال بالتاريخ الخامس من شهر دجنبر سنة 1925، واكتسبت بعدها رخصا أخرى كثيرة للأبحاث، الشيء الذي توج باكتشافها واستغلالها لمنجم النحاس بجبل الكلخ. هذا ولم يبتدئ الاستغلال الصناعي لمنغنيز بوعرفة إلا سنة 1930 مع إنشاء السكة الحديدية التي استغلت فيما بعد في نقل باريتين ورصاص قطاع بوعنان. اليوم بعد مرور نحو قرن من الزمان على بدء استخراج منغنيز بوعرفة، لا يزال منجمها القديم قائما يذكر بالماضي البعيد، ولا تزال المنشآت المختلفة التي أقيمت حواليه من طرق وسكك حديدية ودور ومدارس وثكنات وورشات واقفة وقد نخرها السوس وأتى عليها الزمن، تحكي في صمت تاريخا ولا من غير رجعة، تاريخ المنجم القديم. منجم توالى على إدارته مدراء أربعة، السادة جوبان وباتان وديفيت وهالي، إلا أن اللذين طال مقامهما به وبقي اسميهما لاصقين به كانا هما السيد رايموند ديفيت وخلفه السيد جورج إرنست هالي. Je suis arrivé donc dans cette mine qui existait depuis 1922 et qui avait été créé en fait de toutes pièces par le directeur qui m'avait accueilli, c'est-à-dire Monsieur Defitte, qui avait un adjoint à l'époque, je parle de l'époque de 1922, quand eux-mêmes sont arrivés là-bas, et rien n'existait, c'est eux qui ont tout fait. À partir de, quand on a une mine dans le bled, il faut d'abord construire des routes, des chemins de fer, parce qu'il faut évacuer le minerai, mais enfin ça vient dans un second temps. Mais d'abord, faire toute l'infrastructure, c'est-à-dire créer des points d'eau, avoir l'eau courante, créer des maisons, enfin construire des maisons, construire d'abord une centrale électrique très importante, une centrale électrique à gasoil, ce qui a été fait à l'époque, et puis voilà. Donc tout a été fait dans les années 1900. Quand je vous dis 1922, c'était le tout début. En fait, ça commençait en 1925-1926, quand le directeur dont je vous parlais tout à l'heure est arrivé. عبر مدخل واسع مقوس من الإسمنت المسلح يمتد نفق طويل مظلم. دهليز يتفرع إلى منعرجات والتواءات عديدة تبعث ممراتها وحيطانها الداكنة رعبا في النفوس، ولا تزال تحافظ على أدراجها القائمة للصعود والهبوط وعلى سقوف بها معالق وحاملات ودعامات من حديد وآثار كثيرة لتجهيزات مهجورة تنم عن ماض صاخب فوار.
كان الإنتاج الإجمالي لهذا المنجم إلى غاية 1967 سنة إغلاقه أكثر من 2 مليون طن، بينها 30,000 طن من خام كيماوي. بعد الحرب العالمية الأولى صار المنغنيز شيئا مهما في الاقتصاد العالمي بحكم استخدامه في الصناعات الكيماوية وصناعة الفولاذ والحديد. كان يستعمل كنازعا للأكسجين في صناعة الصلب وصنع مختلف الخلائط كالبرونز والألومنيوم، ويستعمل كذلك في صنع الصباغات الخاصة والسيراميك. منتصف القرن العشرين احتل المغرب المرتبة 9 عالميا من بين الدول المنتجة. خلال سنة 1940 لم يكن يبلغ عدد المستخدمين بشركة مناجم بوعرفة إلا 33 فرنسيا و650 عاملا مغربيا، تضاعف سنة 1952 ليقارب 1000 عامل. Je suis arrivé à Bouarfa dans une mine qui avait environ 1000 personnes. Hein. On a augmenté un petit peu, jusqu'à 1300 personnes, exactement à 1299. Je me rappelle de chiffres parce que c'est un chiffre dont on se souvient. Et puis, on a terminé avec 800 personnes quand on a fermé la mine. Et ces 800 personnes, c'était des ouvriers donc, marocains et algériens, surtout. Des ouvriers également français ou espagnols qui travaillaient comme murailleurs, mais surtout qui travaillaient, les Européens travaillaient surtout au jour, c'est-à-dire à l'atelier, parce qu'on avait besoin de fraiseurs, on avait besoin de gens spécialisés. Donc c'était ces gens-là qui faisaient tourner la mine. Et voilà. Et donc pour en revenir aux chiffres, donc il y avait environ 1000 ouvriers. Et il y avait environ 150 européens. سياق حديثنا على منجم المنغنيز ومنجم جبل الكلخ اللي عرفوا استغلال مكتف تقريبا من 1928 حتى 1967. هاد المناجم استقطبت يد عاملة غير متخصصة، تكاد القاعدة العريضة منها تكون وتشكل من أبناء المنطقة، من أي اللي كيرجع الأصل ديالها القبائل بنيقيل، بالإضافة لبعض الإثنيات الوافدة بالخصوص من مدينة فيغي عفوا، ولكن بأشخاص قليلين لا يبلغون إلى مستوى الكثافة السكانية ديال القاعدة العريضة ديال السكان المحليين اللي هم بنيقيل، أيضا بعض الأشخاص القليلين جدا من قصر إيش، وبعض الإثنيات الوافدة من المناطق القريبة بالخصوص من مدينة بوعنان بودنيب، وكانوا هادو أشخاص إلى حد ما اشتغلوا في الصناعات كالترصيص، الميكانيك، الكهرباء، يعني اشتغلوا في تخصصات معينة ولم يكونوا من اليد العاملة الغير متخصصة. تحت رقم 2654 عمل العرب الحفيان بالمنجم القديم منذ سنة 1949. مراقب اشتغل بادئ الأمر بمنجم الكلخ لاستخراج النحاس، فتم إخضاعه لتدريب بالحمروات لمدة 6 أشهر ليمنح بعدها منصب مراقب منجمي ويلتحق بمنجم بوعرفة القديم. رغم كبر سنه لا زال العرب الحفيان يمتاز بذاكرة قوية وبقدرة كبيرة على المشي والحديث، فهو يذكر بتفصيل كل الأحداث والذكريات التي طبعت المكان، ويذكر أسماء المواقع والبنايات، ويروي بشوق وإثارة عن ماضيه وماضي المنجم والبلدة على السواء. واش كانت الخدمة صعيبة هنا؟ كانت خدمة صعيبة، الناس ما عندهمش ماتريال والو غير البالا. غير الليد. غير الليد، ما عندهم لا ماتريال ما حتى شي حاجة غير البالا والفاس. واش شديتي شي انتريت؟ فهادشي شديتي ولا انتريت ولا ما كاين لا انتريت؟ لا عندي شي حاجة نتاع الانتريت، ولا يمكن نقلل داك المسائل. واش ديال المينا؟ ديال المينا هو. هاد الديره شنو قلتي؟ هادي شنو هاد الطريق؟ هادي كانت مدرسه تاع الاولاد ديال النصارى. طيق فين كيقراو؟ كيقراو هنايا طلعوا. والولاد ديال العرب
في الدورة ما كيقراو ولاد هادو ولادهم ولادهم هنا والدراري هذه كاين هذه الفوقانيه كانت تحتها مدرسه هادو قراو فيها الدراري ولاد زفرية وحتى السيفين اللي كانوا هنا كيقراو هادو ملي كان ملي تبناو بقاو هكا واه ملي لا من جاريه تمينا بقاو هكا هذه الشركه بكري هنا كانت دايره واحد مطحنه كتجيب الزرع في الاستعمار تجيب الزرع والطحن وتسرب على الزفرية فين اش بلاصه هنا الداخل هنا هنا في هذا الباب الداخل ومن بعدها من صيامة المسائل خلاو ديك الرحايق داك وقلعوا الماتريال باعوه وصافي هادشي اللي كاين وهنا كانت لي كولوما هنا هذه اللي كنشوفوها هذه كانت لي كولوما ديالهم كيسربيو الرفيطه مال الزفرية والنصارى وكل واحد والهي في هذاك الباب مبلع فين هذا الهودا هذاك كان بلاصه التليفون ديالهم اتصالوا داكشي بلاصه التليفون ديالهم والبيرو هو هذاك كان التليفون هنا وكل شيء كانت عندهم التليفون تما كل شيء كاين وهذاك البيرو ديالهم ديال الشركه شحال تقريبا الخدامه كاع كانوا هنا هنا ورا في الدرني وصلت حتى ل 100 حتى ل 5560 5000 بدا من حتى الخطر يحسبوا النيميرو ما يحسبوش غير اللي يقعدوا اللي بداو النيميرو وما كيقول لك هنا اللي قالت لنا الشركه فهاد الشركه باش بدات لقاها واحد يقول له محب العربي قال لي جا هذا المعدن الاستعمار قبل الاستعمار 1912 باش لقى قبل 1912 جاب هنا كانت غير واحد البيرو هنا بوعرفه ما كانش حتى حاجه غير بيرو جاب لهم المعدن علموا الشركه وعيطوا له وجاو خدم هنا كان هو يجيب العائله ديالو كل شيء يدخلوهم باطل ما عنده يجيب عائلته كل شيء هذه اللي كانت بوشه تاع التليفون هذه هذاك البيرو ديال المينا فين هو هذاك البيرو ديال المينا وهنا في الرام بالعين هذه كانت لا ديريكسيون ديالهم كان فيها الانجليزيه ديالهم وكل شيء ديالهم هما مبلعينها الناس هذه نيت هذه اللي مهرسه هذه هادو ما كاينش هادو غير العرب اللي مشادين هذا المشكل هذا لا فين كانت الانجليز ديالهم فين دايرين الانجليز ها فين دايرين الانجليز كانت ليه شق هذاك الحيط فراه من وراه من وراه كانت مبنيه لا كانوا بانيينها وطيحوا كل شيء مشى كانوا دايرين الانجليزيه ديالهم ودايرين لا ديريكسيون كانت دور تاع الضياف جاهم شي ناس كينعسوا تما جا هاد الجهه واش سماو هابيضات هنا كان تراب فيها بيض داكشي تراب فيها بيض وهي العين جايه هنا تحت هذا التيو هذا كان يسمها العين البيضاء هذه هي هنا ديال اش التيو دابا هذا ديال التيو ديال المانيت لا داك التيو تاع الماء هذاك التيو تاع الماء كان كانوا يديوه بكري وعاد كيما هكذاك ما هذا الرملي راهم جابوه حتى للتالي ضرب حتى بقات تخدم في الشركه عاد بقاو يلوحوا هذا المعدن اللي ما يصلحش كان على برا هذه اللي مسميه عليها العين البيضاء منا الماء كان يهود حتى لبوعرفه هو اللي كيعطي الماء لبوعرفه ماشي يهود غير مع الواد ولكن بوعرفه لا والو غير اللي بغى يسقي منه في الطريق منين خدمت المينا ولات لهيه راها ميل دوسا كيقول لها دو ميل دوسا متر على 18 ديغري الماء اللي كان يخرج من هنا ولا لهيه هي كانوا دايرين ثلاثه د البومبات يخدموا 24 على 24 باش يخرجوا الماء على برا باش يسيبطوا لبرا À l'origine de la mine, il y avait rien. Il y avait même le village de Bourfa n'existait pas. C'est la mine qui a attiré le monde et voilà. Le centre, quand nous sommes, enfin quand les premiers pionniers sont arrivés pour mettre en exploitation la mine, il n'y avait que des éleveurs à Bouarfa. Donc on avait affaire à un monde nomade d'ailleurs. C'était des gens qui vivaient sous la tente. Et puis, peu à peu, on a recruté le personnel où on pouvait. Et les gens qui venaient, c'était les enfants des éleveurs qui venaient là pour avoir un peu... Parce que l'élevage, c'était pas quand même... Ils gagnaient de l'argent, mais pas tous. Mais ils avaient surtout besoin d'argent liquide. Et en fait, ils venaient travailler à la mine pour avoir leur argent liquide. Et ceci entraînait évidemment beaucoup d'absentéisme parce que les gens venaient ou venaient pas, ils s'en fichaient un petit peu. Donc peu à peu, on a créé des conditions pour se fidéliser le personnel. C'est pour ça qu'on a construit des maisons qui étaient difficiles à l'époque parce que les gens acceptaient la maison, mais avec un espace devant chez eux pour pouvoir mettre la raïma bien souvent. عين بيضاء
كان العمل بالمنجم شاقا خطيرا، فلعدم أخذ الحيطة والحذر الكافيين كانت تقع به بين الفينة والأخرى حوادث غالبا ما كانت مميتة، يذهب ضحيتها عمال كثيرون. أبو وفاء في المنغانيز je suis arrivé là-bas, les gens n'avaient même pas de casque, ça n'existait pas. Donc j'ai commencé par donner des... c'est la première chose que j'ai faite, j'ai exigé que chacun ait un casque. L'ennui de Bouarfa, c'est qu'on avait un gisement excessivement dangereux par le fait que le minerai tenait, était englobé d'argile. Cette argile se trouvait au toit, donc au-dessus du minerai. Et quand on ouvrait un chantier, on amenait de l'air et l'air amenait obligatoirement un peu d'humidification. Et cette humidification jouait sur l'argile et on avait souvent, il fallait faire très attention parce que nous avions des blocs qui se décollaient. Et un bloc qui se décolle d'une hauteur de 3 mètres, même s'il fait 1 kilo, ben ça vous tue un bonhomme si ça tombe sur la tête. Hein. Donc moi j'ai connu ça et ça a été ma hantise, comme la hantise de tous les directeurs ou tous les ingénieurs de mines vous diront que c'est leur hantise, ben, on a toujours peur de l'accident. On vivait dans cette... au moindre coup de fil, on se dit pourvu que ça ne soit pas un accident. Et à Bouarfa, c'est une mine particulièrement dangereuse. J'ai eu jusqu'à 7 morts dans l'année. C'était pas des morts, c'était des morts accidentelles, mais ça constituait 7 accidents dans l'année mortelle. Et il y avait évidemment des blessés également. Heureusement que tout le monde ne mourait pas. الدنيا خدام عليك عاد الموت في الميناء ما تخطيش دوك في الغار الناس مساكين الله يكون في العون كاع غير سنانه جوج يقول لك فلان مات قطع عليه الغار غار كان يموت غاش رغم كل هذه الحوادث استمر المنجم في الانتاج. كانت الكمية القليلة المستخرجة في البداية تحمل على ظهور الإبل مسافة 125 كيلومترا حتى محطة بني ونيف الجزائرية. مع حلول سنة 1930 ولما بدأ استغلال الخامات المعدنية بصفة أكثر جدية صار استعمال السكك الحديدية أمرا ضروريا. سنة 1929 قامت إدارة الاحتلال بإنشاء خط سككي يربط مدينة وجدة ببوعرفة عبر تندريرا، وزادت من مده حتى بشار سنة 1941 ثم إلى القنادسة سنة 1948. بفضل هذا الخط الحديدي كانت تنقل خيرات المغرب الشرقي في اتجاه الجزائر وفرنسا وأوروبا عامة. كان يؤخذ منغنيز بوعرفة وفحم جرادة ورصاص وزنكوسيد بوبكر والتويسيت والحلفاء والمواشي والمواد المختلفة كالصوف والجلود والحبوب والتمور وغيرها. كان الخط الحديدي القادم من منجم بوعرفة يمر وسط القرية ليصل إلى محطة تملالد،
ولتجنب كثرة الانحناءات والمنعطفات في إنشاء الخط الرابط بين البحر الأبيض المتوسط وبلاد النيجر، قررت إدارة السكك الحديدية إلغاء هذا القسم وتحويل خط السكة الحديدية نحو الشرق عبر فم الدفلة لبلوغ محطة تملالت. لقد كان هذا الخط هو السبب في إقامة هذا الإنجاز الفني الرائع الذي يطلق عليه أهل المنطقة اسم سبع جناطر، والذي أنشأته في ظروف قاسية لا إنسانية جماعة من الأسرى الجمهوريين الإسبان الفارين من باتشي فرانكو ما بين سنتي 1941 و1942. حالياً وبعدما توقف المنجم عن الإنتاج، أصبح القطار يزور هذه المحطة بين الحين والآخر. لقد صارت الشركة المغربية لإنتاج الباريتين ابتداء من سنة 1974 تحمل خام الباريتين بواسطة الشاحنات من منجم بوعنان الذي يبعد بنحو 90 كيلومتراً غرب مدينة بوعرفة، لتطرحه بالقرب من منجم بوعرفة القديم في انتظار نقله إلى خزان الإفراغ. بفضل إنتاج هذا المعدن احتل المغرب أولى المراتب العالمية إلى جانب الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية. بعد ملء الخزان تتم عملية إفراغه داخل القاطرات مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حسب الطلب، ليتم شحنه مباشرة نحو ميناء الناظور ليستعمل فيما بعد في الصناعات الكيماوية أو في تصفية البترول. إذا كان المنجم القديم قد باد وانتهى، فإن أزيز عجلات هذا القطار لا يزال يذكر بأن هذه السكة هي آخر شريان ينبض فيه وآخر ما لا يزال يذكر به. في أوج مراحل استغلال منجم بوعرفة اشتعل فتيل المقاومة وقامت الثورة ضد الاستعمار. بدينا هنايا في بوعرفة عام 55 قبل رجوع الملك، بدينا هنا وبدينا في أقليلة وبدينا سلاح جبنا غير بيدينا غير من عند الاستعمار. الهجمة الأولى هجمنا فعل العرك، جبنا سلاح عاد بيه قاومنا لا في أقليلة حتى ولينا خربي جيش كبير ومسلحين، وكنا حتى حنا دايرين قيادة المياة وقيادة 30 وقيادة 11 هادي في جيش التحرير، وكنا نهجم الاستعمار. استعمار واعر علينا واه ندير مقام ومش مقام ومش قام حتى مثلنا شحال من واحد مشي تحري شحال من واحد. Personnellement, je suis resté à Bouarfa de 1948 à 1973 avec une interruption de 3 ans de 1956 à 1959. Et pourquoi cette interruption? Parce qu'il y a eu quand même des petits ennuis, il y a eu de la résistance dans la région. On a eu dans une mine
adjacente qui dépendait de la société marocaine d'exploitation minière, c'est-à-dire à El Aouenit, il y a eu une nuit une attaque des résistants marocains de l'époque pour ramasser les armes. Ils ont pris les armes et il y a eu deux blessés, non, un mort et un blessé. Le chef mineur qui commandait cette petite mine a été blessé au front. Et le surveillant de jour qui surveillait l'usine de traitement de minerais de plomb, lui a reçu une décharge de chevrotine dans le ventre et il en est mort. يجد فيها كفور المجم ويجد فيها طبيب ويجد فيها سين الاستعمار ثاني هدول المعركات الكبار وما المعركات الصغار توا نضربوا قتل هذا وديروا هذا ودوك سياسرين شحال هاد الكلمة ياسرة الجيش كان فركته وكان هو الاستعمار مشات الراسة هذا زاكوا الرجال سايتي le principal, le seul ennui que nous ayons eu. Et c'est pour ça que je suis parti, parce que ma femme a été enceinte à l'époque, donc elle m'a demandé, elle me dit j'ai peur, donc j'ai été obligé de la renvoyer en France, évidemment, ben, j'ai suivi et je suis revenu en Europe pendant 3 ans, et pour revenir au Maroc 3 ans après, pour prendre la direction de la mine. بعد 10 سنوات من نيل المغرب لاستقلاله ولقلة جودة منغنيز بوعرفة مقارنة مع منغنيز بعض الدول المنافسة كالغابون والبرازيل ولازدياد تكلفته بسبب عمقه وهشاشة الأرض التي تضمه وجدت الشركة المجهولة لمناجم بوعرفة نفسها مضطرة لإيقاف استغلال منجم بوعرفة والكف عن استخراج معدنه. لقد حان وقت إغلاق أبواب أقدم منجم للمغرب الحديث بعد سنوات طويلة من العطاء بعد أن استخرج منه حوالي 2,500,000 طن من معدن المنغنيز وحفرت به أكثر من 100 كيلومتر من الأنفاق والأروقة ودر نحو 4,500,000 درهم على ما يناهز 8,000 شخص كانوا يعيشون عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة. C'est la raison pour laquelle on a été obligé de, notre minerai n'étant plus compétitif, on a été obligé de fermer. Sinon, la mine, elle, reste viable. Il y reste, quand je suis parti, il reste toujours. D'ailleurs, on avait mis à jour 300 000, un peu plus de 350 000 tonnes de minerai de manganèse qui sont prêtes, évidemment, à être exploitées le jour ou qui viendra peut-être un jour, parce que les mines produisant 45 000 du minerai à 45% commence à diminuer. Maintenant, on commence à exploiter les mines qui font du minerai un peu plus pauvre, c'est-à-dire aux environs 35%, 30-35%, ce qui correspond aux capacités de Bouarfa. بعد أن كف منجم بوعرفة للمنغنيز عن العمل سنة 1967 استمرت الشركة المغربية لاستغلال المناجم لست سنوات أخرى في استخراج نحاس جبل الكلخ الذي يبعد بنحو 32 كيلومترا شرق منجم بوعرفة القديم. سنة 1973 وبسبب تدني أسعار النحاس وارتفاع تكلفة الإذابة والتكرير توقف نشاط الشركة بجبل الكلخ أيضا لتستأنف به شركة مناجم الهضاب العليا أشغالها سنة بعد ذلك إلى أن أجبرت هي الأخرى على توقيف أشغالها سنة 1978. اليوم ها قد هدأ المكان بمرور الزمن وتوقفت المعامل والمحركات عن الهدير
وعاد السكون يحمل الذكرى والحنين، والماضي يذكر بأيام تساقطت من عمر أولئك المسنين، لتتراءى لهم أشباح الأعوام الغابرة، وتتراقص أمام أعينهم أطياف رفاقهم الراحلين. نشوف هذا الشيء كما كتبقى لي تفكر. دوزو ليام هنا. كتفكر الناس اللي ماتوا، الناس اللي كانوا خدموا معاهم. وكيفاش كانت هاد الدنيا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فات عالم فات، مات مات ولي باقي حي باقي حي، ولا إله إلا محمد رسول الله، نصارى وعرب وكلشي بشكل كبير. كاين صحابك اللي ماتوا؟ كاينين صحابك مساكن اللي ماتوا؟ بزاف كلشي صحاب اللي ماتوا مساكن. كان معارف بزاف، وكان حتى الجزائريين كانوا معنا هنايا. الجزائريين كانوا معنا لما استقلوا في 62 مشاو داتهم الجبهه ديالهم. كانوا الجزائريين هنا قريب شي 8 عائله ولا 9 عائله اللي كانت. كانت هنا الميناء كل شيء موجود، الخضره يعني السواق كل شيء هنا، كل شيء هنا، والبلاد زينه والدنيا زاهره، الدعوه مليحه. تبدلت علينا من مشى داك الشيء للشركة وعند كل شيء ما كان والو. بغيت كاين ليكيب تاع الكورة، جوج كيبات، كاين يا سيدي صحاب التنس، كاين صحاب التيراج بجويجة، كان فيها نتلاهينا شحال من الآخر. نهار مين أخوات مسكينة ما بقاش. ما بقاش فيها. إلى حدود سنوات 1967-68 حيث غادي يشهد السوق ديال المنغنيز كساد على المستوى العالمي، وغادي يتوقف من جمل المنغنيز بجامعة بني قيل. أنا ذاك غادي تنتقل الساكنة الموجودة بحي المنجم وبعموم جامعة بني قيل، وغادي تبدي منازل أو تشييد بعض المنازل على هذا المفترق ديال الطرق بالقرب من بعض المنازل التي كانت سابقة آنذاك، إلى حين التقسيم الإداري الجديد اللي كتشهدوا بلادنا في سنوات 74، بحيث غادي يتم تشكيل عمالة بإقليم فيقيق، وغادي يتم التركيز ديالها بهذه المدينة الفاتية. أنا ذاك غادي تشهد انطلاقة عمرانية وسكانية وبنيوية، بحيث غادي تصبح إلى حد ما نواة مدينة بمعيار مدينة كتوفر على جميع المرافق باعتبارها مركز إداري بالإقليم. لما أغلق منجما بوعرفة وجبل الكلخ أبوابهما، وجدت الساكنة العارضة التي كانت تشتغل بهما نفسها بدون عمل، فعاد بعضها للرعي وتربية المواشي مهنة الآباء والأجداد، واحترف البعض حرفا بسيطة، وهجر الآخرين للعمل بمناجم أخرى بالمغرب أو بالخارج، في حين بقيت الأغلبية عاطلة عن العمل لتغرق المدينة في ظلمات الفقر والعوز. إن نوبات الجفاف التي تضرب المنطقة من حين لآخر تأتي من دون شك لتذكر وتؤكد أن مستقبل المدينة لا يكمن إلا في معادنها ومناجمها، وأن خيراتها ومستقبلها محفوظ برحمها، وأنها عائدة لا محالة إلى المعادن يوما لتعينها على اجتياز العقبات ومتابعة المسير.
أغلب هذه المعادن الموجودة في المنطقة واللي تعتبر من بين المناطق الغنية بالمنطقة واللي للأسف لازال لم يتم استعمالها بشكل المطلوب. فالمنطقة كتعرف مادة المنغنيز كمعدن أساس في المنطقة واللي كيتواجد بكثرة في المنجم القديم وتم استغلاله بكثرة أيضا من طرف المستعمر الفرنسي أيضا في منطقة حمراوات وفي منطقة قوقويات. كيتواجد أيضا في المنطقة المعدن ديال الرصاص واللي معروف في منجم جبل الكلاخ وفي منجم الحوانيس. هذا بالإضافة لمجموعة من الأنواع ديال المعادن وإن بنسب مختلفة اللي كتواجد في مجموعة من المناطق وفي بعض المناجم ونقاط تنقيب اللي كيتم استغلالها بطرق بأدوات بسيطة ومن طرف أشخاص ذاتيين يشتغلون في هذا النشاط. ولكن رغم هذا الثروة الهائلة من أنواع ديال المعادن اللي كتعرف المنطقة إلا أنه للأسف لا زالت لم تستغل بالشكل المطلوب، رغم أن تم في مرحلة سابقة فتح ورش للتنقيب والبحث من طرف شركة المعروفة في المغرب التي تدعى البيربيام، ولكن للأسف أن تلك الأوراش من التنقيب لم يعلن عن نتائجها ولم تستثمر لا من طرف الدولة ولا من طرف الأشخاص الذاتيين خاصة أبناء المنطقة الذين يهتمون بهذا المجال. في الوقت الراهن ظلت بوعرفة متشبثة بتاريخها، محافظة على عاداتها وتقاليدها الراسخة في ثقافة أهلها والمتمثلة في حياتها البدوية المرتبطة بتربية المواشي خاصة الأغنام. إلا أن الكائن الذي ظلوا يفتخرون بامتلاكه، رمز نخوتهم ودلالة كبريائهم، صديقهم ورفيق دربهم الذي لم يتخلوا عنه أبداً، الحاضر معهم في حلهم وترحالهم، الفرس. الفرس عند قبائل بني قيل في الحقيقة عنده واحد المكانة كبيرة، حيث أنه هاد الرحال قبائل بني قيل كيعتبروه عنصر من العائلة، فرد من العائلة. فإلى مرض الفرس فصاحب الفارس الفارس كيمرض حتى هو وحتى العائلة ما تبقاش في واحد النوع من الاستقرار. الفارس عندهم يعطيه واحد العناية كبيرة، مثلا في الأكل دياله كيكون متميز ومبني على الشعير، ولكن اللي يكون يعني نقي ما يخلطولوش يعني بحال يدخلوش أكل آخر يعني الفصة ولا هذه. القيمة ديال الفارس عند قبائل بني قيل تقاس بالفرس ديالو، تقاس بالخيمة ديالو، الخيمة الكبيرة، تقاس بعدد رؤوس الأغنام اللي كيملكها. فكل هاد العناصر هذه كتجعل الفارس عند قبائل بني قيل كياخذ واحد المكانة في القبيلة، في الدوار في القبيلة، وبالتالي يعني كترفع من القيمة ديالو. هناك علاقة حميمية بين الفارس والفرس، على اعتبار أن الفرس يعتبر جزءا لا يتجزأ من العائلة أو من القبيلة. وفي الوقت اللي كان مثلا كنتبعوا ربما مجموعة من المراحل ديال علاقة هذا الفرس بالفارس، نلاحظ أنه ليس هناك ربما جديد بقدر ما أن هذه سكان هذه الجهة وبالخصوص في اتجاه الجنوب هم سكان مرتبطون بالقبائل العربية التي وفدت على المنطقة، وبحكم أنها رافقت معها هذه العملية الخاصة بلعب الخيل. يا الحب الليل فيالي يا مضاني. لإحياء المناسبات السعيدة والمواسم والأعياد يجتمع الجيليون من حين لآخر في حفلات ومهرجانات للفروسية لتقوية علاقة مختلف فخذات القبيلة فيما بينها وتمتين علاقتها بالفرس. قبل الشروع في الاحتفال تنصب الخيمة كعنوان ورمز للقبيلة والأفراد المحتفلين وكمكان للأكل والاستظلال والاستراحة. كعادة البدو الجليين تذبح الذبائح وتقام الولائم تعبيرا عن الفرح بالمناسبة واحتفالا بعرس التبوريدة التي يحييها الفرسان وخيولهم،
فتشوى الخرفان على الجمر لتقدم للمدعوين. ناس هي يسمعوا وتقول لي براسك راه كانت واحد الفانتازية عند بني قيل هنا كبيرة. تراث الخيل داروا بهم الجهاد، جاهدوا بهم الكفار، كنا نطيح اللي لحقها الوقت يدير عود باش يخطف ولا يلحق ولا يضرب ولا كذا. من ثم بقات هذه الغيرة نتاع هاد الفروسة ونتاع اللعب تاني في العراس، بقينا غير ما بعضنا. درك كان جات واحد الفلقه، راه حضرت غير فلقه هنا تقريبا، راه حضروا غير بني عمر، كان حضروا ولاد شعيب وحضروا ولاد رمضان وحضروا، تكون بيناتنا غيره. شكون اللي يجيب اللعب نتاعو مزيان؟ شكون اللي يروح؟ احنا غير ناس صحاب هويه، احنا ناس صحاب هويه. التنشيط نتاعنا اللي راني نهضر معاكم انا كانوا عندي 3 عياد، هذه الهويه ديالي. ما عندي هويه في بلاد ولا في غلم ولا حتى حاجه، عندي الهويه في الخيل. ولادي نعلمهم اركب، ولكن الولاد اللي جاي طالعين وين راه التعليم نتاعهم باش نعلمهم؟ نعلمهم بالعصي؟ الحافظ الله عرفتو اي لا، خسر كم معهم الشيخ كم أنا وندربهم. المكحل ها الرفدة الأولى، ها التبييتة، ها الرفدة، هكذا كانوا والدينا يديرونا الخيط في الرجل هنا ويعلمونا الشدة نتاع العود غير 5 صباع. هذوك ولادنا باش يتعلموا راه مسمحوا، مشاو إلا كان شي شغل آخر. الخيل رانا بقينا حنا هاد الشوابين اللي بقات فينا هاد الحركة. الجمعية تاعنا ضعاف، بحال الا نقولوا جينا في طرف الحدود وراه ما كان يهضر معنا بكري حد على البارود الا ما خلق. ما مات حد، ما ضربنا حد، ما والو، غير شويه شويه ما تلعبوش البارود، كاع رانا مزنفخين، كاع راها طايرنا. كنت حاسب روحي غريب براني وعايش وحدي في القمري في السطاح. على تموجات أنغام القصبة الجلية وتمايلات خيول الجهة الشرقية وعلى طلقات بنادق الطبريدة التي لا يسمع لها صوت إلا في نفوسنا ودعنا بعرفة، هذه المدينة الشابة الفتية التي جمعت بين الكثير من المتناقضات، بين الطبيعي والمستحدث، الأصيل والدخيل، الحديث والقديم، فخلقت من مزج كل هذا سيمفونية رائعة لا يستسيغها إلا ذو الحس المرهف والذوق السليم. مدينة لو حسن استغلال معالمها ومآثرها وطقسها وكل مجالاتها لغدت من أجمل الربوع وأحسن الأماكن. فضاءات قاحلة موحشة تقابلها نقطة رطبة مؤنسة، فنسيسة التي استهوت الفرنسيين يوما بخضرتها وحسنها ووفرة مياهها واستغلوها للاستجمام والترويح عن النفس من صخب المناجم وصداعها، قد تركت اليوم للخراب والدمار وما عاد أحد يذكر نضارتها وجمالها.
وما عاد أحد يذكر المعلمة التي تمثلها السكة الحديدية المرفوعة على الأقواس السبعة، بل هناك من لا يعلم حتى بوجودها بالرغم من كونها فريدة من نوعها، ولا بوجود منجم ببلادنا في مستوى العالمية. إنما تزخر به بعرفة من مؤهلات طبيعية وبشرية وبنيات تحتية تمثلها الخطوط الجوية والطرقية والحديدية، لا من شأنها تنمية الإقليم وجعله قبلة للمستثمرين في مجالات اقتصادية مختلفة. هذه البلدة الواقعة في وسط سهبي قاحل بواحاتها ومجالاتها الصحراوية الممتدة وبأحيائها ونباتاتها الطبية والعطرية وبكل تجهيزاتها الأساسية والسائرة ببطء وثبات نحو العصرنة والتمدن الحاملة لشعار التشبث بالهوية المغربية، تدعونا اليوم للعيادة والزيارة لنقف على ما تكتنزه من خيرات ومآثر صارت في طي الكتمان. شكري ويتي يا للربعين يا موليهم